على الجانب الاخر تشكيل طيب خلينا ناخد كريم احمد، ناخد اجواء المباراه على التليفون. يا كريم اخبارك ايه؟ يا كريم يعني طبعا اوصف لي ماذا يحدث في ارض الملعب واخبار جمهور النادي الاهلي ايه وجمهور نادي الزمالك؟ برحب بيك طبعا يا كابتن اسلام. في البدايه مجهود كبير جدا هنا من جمهور النادي الاهلي من اول دقيقه، يعني تشجيع وتحفيز بشكل كبير جدا، حماس باين يا كابتن اسلام. جمهور النادي الاهلي يمكن عايز اقول لك ما يكسبش لعيب ما ناداش عليه قبل ما ينزل، اللعيبه لسه ما نزلتش لغايه دلوقتي، لسه نازله دلوقتي حالا لعيبه النادي الاهلي لتسخين جمهور النادي الاهلي، فحماس كبير جدا. ويا رب ان شاء الله يا كابتن اسلام المشهد الجميل اللي احنا شايفينه من جمهور النادي الاهلي يكتمل على خير ان شاء الله من لاعبتنا. الجمهور بيقوم بدوره، بيحاول ان هو يقاتل ويشجع كالعاده لفريق النادي الاهلي، لكن ينقصنا ان شاء الله التوفيق زي ما انت استعرضت التشكيل، ويمكن كان رؤيه فنيه لمستر فايلر المدير الفني لفريق النادي الاهلي لاستبعاد 6 لاعبين اكيد ذكرتهم ووجود التشكيل الخاص في النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله نكون موفقين، كل الامور هنا يا كابتن اسلام مهيئه ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر ان احنا باذن الله نرفع السوبر هنا في برج العرب بامر الله ان شاء الله يا كابتن اسلام. انا معاك، الصوت يمكن صعب شويه لحماس الجمهور الكبير سواء للنادي الاهلي او نادي الزمالك، لكن انا معاك يا كابتن اسلام لو في استفسارات. الحمد لله الامور ماشيه جيده يعني بهدوء، كل جمهور بيشجع فريقه ومفيش اي مشكله حتى الان. الحاجات الاعتياديه طبعا يا كابتن اسلام يعني نقدر نقول حاجات بسيطه جدا، لكن يعني مقبول التشجيع بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك، لكن مفيش خروج عن النص خالص حتى هذه اللحظه، وبنتمنى يعني الجمهورين تكتمل هذه المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه، كل جمهور يشجع فريقه والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن احنا طماعين شويه يا كابتن اسلام ان شاء الله يكون التوفيق معانا باذن الله ونفتح النهارده كلنا. طيب اخر حاجه بس عايز اسالك عنها سريعا جدا، ان كان هناك لقطات اتفرجنا عليها ان لاعبو النادي الاهلي كلهم لابسين تيشيرت مكتوب عليه مؤمن زكريا لدعم لاعب النادي الاهلي مؤمن زكريا. تمام يا كابتن اسلام، يعني كالعاده يعني جمهورنا ولاعبتنا في كل المواقف بتكون متواجده، كابتن مؤمن زكريا طبعا واحد من النجوم، ودي لمسه كالعاده من كل نجوم النادي الاهلي ان هم يكونوا متواجدين. كابتن مؤمن زكريا ان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق، يرجع سريعا مؤمن زكريا ان شاء الله باذن الله. كنا نتمنى يكون موجود مؤمن في المدرجات لمتابعه المباراه، وجمهور النادي الاهلي اكيد كان بيتمنى، لكن بنتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل يروح يرجع بالسلامه. وفي المانيا انا عارف ان شاء الله باذن الله يعني تنتهي فتره الصعبه جدا على مؤمن زكريا، وتكتمل النهارده باذن الله وتكون الفوز يمدوه كل اللعيبه النهارده لمؤمن زكريا يا كابتن. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ارض ملعب المباراه سد الجيش.